هنتعرف على موقف الملك فاروق من حريق القاهرة يوم السبت الأسود، ومين في اعتقاده اللي حرقها. وعلى فكرة الكلام ده أنا جايباه من كتاب فاروق ملك مصر، حياة لاهية وموت مأساوي، للكاتب وليام ستادن. هنعرف بقى الأجانب قالوا إيه عن الملك فاروق في الوقت ده، وإيه موقفه من هذه الحادثة. لما القاهرة اتحرقت يوم السبت الأسود 26 يناير 1952، كان ملك مصر في قصر عابدين بيستقبل الزوار من أصحاب المقام الرفيع احتفالا بميلاد ولي العهد الأمير أحمد فؤاد الثاني. فلما حدث حريق القاهرة أكلت النار معظم المؤسسات الأجنبية اللي أعطت للقاهرة سحرها واللي خلتها زي المدن الأوروبية في الصراع والطرف. فالحرائق دي دمرت فندق شيبرد، الفندق ده كان فاخر جدا وفخم، وباره العتيق قعد عليه أكابر الناس وأشهرها زي جنرال جوردن ولورنس العرب وبيكفورد وغيرهم من المشاهير وأثرياء العالم. النار ما فوتتش محلات الأجانب زي شيكوريل وجروبي وغيرها. بعد الحريق أصبحت القاهرة كئيبة شبه المقابر بالظبط. المهم إن القاهرة وأهلها والإنجليز في وادي، والملك فاروق وحاشيته كان في وادي تاني خالص. فالملك فاروق بقى قال يجمع حاشيته والأطباء ومصففي الشعر ويروحوا اسكندرية، لأن القاهرة كانت حر جدا في الوقت ده، وجو اسكندرية بقى كان لطيف وجميل. وقالوا بقى يكملوا احتفالهم بميلاد ولي العهد في قصر المنتزه الجميل الحلوة قوي. فالملك فاروق كان مرتاح بعض الشيء أثناء أحداث السبت الأسود، غير طبعا فرحته بقدوم ولي العهد. كان مرتاح لأن الحريق ده مش موجه له شخصيا، لأنه كان مستهدف الإنجليز ومنشأتهم الأجنبية. فالملك فاروق كان بيشعر بالكثير من الشماتة في البريطانيين اللي هو أصلا كان بيكرام وبيتمنى زيه زي أي فلاح مصري بسيط إنهم يغوروا من البلاد ويسيبونا في حالنا، نمشي أمورنا بقى بنفسنا من غير ما حد يفرض علينا لا حماية ولا وصاية. فالإنجليز أعلنوا الحماية على مصر أيام جده الخديوي إسماعيل لما غرق إسماعيل مصر في بحر الديون التي لا حصر لها. فهم بقى قالوا إحنا هنقعد في مصر للحفاظ على استقرارها وحمايتها، وده طبعا كان سبب غير حقيقي لأن مصر بالنسبة لهم كانت مطمع، ولقوا فرصتهم الذهبية في غرق مصر في الديون فدخلوها من الباب ده. وأهم حاجة بقى عندهم كانت قناة السويس اللي كانوا بيحبوها جدا ويغيروا عليها أكتر من غيرة الخديوي إسماعيل على حريمه من أي أغا أو حارس للحراملك. فالسويس بالنسبة للإنجليز عبارة عن الوصلة اللي بينهم وبين إمبراطوريتهم في الهند. المهم بقى أن الإنجليز كانوا مهيئين البلد علشان تبقى بتاعتهم، ده غير بقى المحلات الفخمة بتاعتهم زي شوكورال وسيدناوي والحاجات دي، لأ دول كمان عملوا نادي الجزيرة الرياضي اللي كان خاص بيهم، وما ينفعش أي حد مصري أو حتى ثري مصري يدخل لأنه محرم على غير الأجانب. فالإنجليز بالنسبة للملك فاروق أعداء، كان بيكرههم جدا بسبب إن هم كانوا مغرورين ومتعجرفين. حتى السير لامبسون كان بيستقل بالملك فاروق جدا وبيطلق عليه اسم الصبي. وكمان في حادث 24 فبراير زاد كره الملك فاروق ليهم لما طوق الجيش البريطاني قصر عابدين بالدبابات علشان يجبروه على تعيين النحاس رئيس للوزراء. فالملك فاروق رفض الموضوع ده تماما، اعتبرها إهانة لأنهم كانوا بيجبروه على شيء هو أصلا مش عايزه. فخيروا بقى يا إما يشكل وزارة برئاسة النحاس باشا أو إن هو يتنازل عن عرشه. فالملك فاروق بقى حفاظا على منظره وحفاظا على عرشه وافق غصبا عنه، وطبعا الأمر ده زاد كراهيته للإنجليز زي ما قلت، وخصوصا السير لامبسون اللي أطلق عليه لورد كيرلتون لأنه كان راجل وحش جدا وهو أصلا كان بيكرهه من غير أي حاجة. أما بقى الملك فاروق بعد أحداث السبت الأسود فكان شمتان جدا وفرحان في الإنجليز واللي حصل لهم ومنشأتهم اللي اتحرقت وخسائرهم الفادحة، فكان عامل نفسه بيواسيهم وزعلان عليهم، ولكنه من جواه كان فرحان جدا وشمتان قوي قوي فيه. فالأندية بتاعتهم اللي كانوا محرمينها على المصريين النار أكلتها، وطبعا كل ده الملك فاروق كان فرحان فيه وشمتان جدا فيهم. ومن ناحية تانية بقى هنلاقي إن الملك فاروق كان
بيكره الشيوعيين والوجود الشيوعي، فكان رافض وجود الروس في مصر، وبالرغم من كده كان متأكد ان الروس هم اللي مولوا الاخوان المسلمين لمساعدتهم على قيام ثورة في مصر تحت غطاء ديني، وان الامر ده هو العامل الاساسي لاحداث حريق القاهرة والسبت الاسود. يعني من وجهة نظر الملك فاروق، الاخوان المسلمين هم اللي قاموا بحرق القاهرة استهدافا للمنشآت الانجليزية والوجود الانجليزي، وده بتمويل من الروس.